الصيدلية ونقابة صيدلة الأردن المعتمدتين من اتحاد الصيادلة العرب لإرسال المعونات والدعم الإغاثي لغزة. مش ممكن نشوف أطفال غزة بيموتوا في المستشفيات والشواطئ علشان محتاجين حقنة ديكساميسازون أو حقنة مخدر أو أيا كان أو حقنة مضاد حيوي وإحنا نقف مكتوفي الأيدي أبدا. الكلام ده مش هيحصل ولا هيكون إن شاء الله، ومستمرين في هذا الأمر. احنا اول قافله ان شاء الله هتكون يوم الجمعه ان شاء الله، هتتعدى 5 أطنان من الادويه ان شاء الله يوم الجمعه القادم. وفتحنا باب التبرعات العينيه في كل النقابات الفرعيه وكل فروع لجنه الاغاثه بالقاهره والمحافظات علشان تستمر هذه القوافل ان شاء الله باذن الله بدعم من هذا الشعب المعطاء الكريم ان شاء الله.